أهم كلية تانية واللي هتنافس وبقوة للوصول لنهائي كاس العباقرة من محافظة البحيرة، نرحب كلية بكلية تمريض جامعة دمنهور. هيمثل جامعة دمنهور في ماتش النهاردة 8 طلاب، هتفيد منهم 4. أكتر حاجة فرحتني ببرنامج العباقرة هو ان انا اخدت البيست بلاير اكتر من مره، وده اهلني ان انا اوصل لماتش البيست بلاير في النهائي. ماتش اللي فات عملت ايه؟ الحمد لله كسبنا. جبت كام نقطه؟ 90. مشواري في برنامج العباقره كان حلم وكان فخر كبير ليا والاهلي. اتعلمت ان الاراده رجعت لي من جديد. هدى، ازيك يا هدى؟ الحمد لله. ملكه الشهادات. شكرا. هتاخدي شهاده كمان من العباقره ولا ايه؟ اتمنى. الحمد لله اتعلمنا كتير جدا من برنامج العباقرة، اتعلمنا المثابرة والجدية في ان احنا نحضر معلومات ونستعد ونجهز في كل مرة. محمد مهنا، والسؤال الاول لجامعة دمنهور هنشوف موضوعه ايه. اكتر حاجة فرحتني ان انا اتعاملت مع الفريق اللي انا موجودة فيه دلوقتي، لان هو بجد كنز. التانية على المحافظة في سنة وتمريض ب 97.7، ما شاء الله.